دو سافوار قبل ما نمشي لمريم عندي ليكم سؤال يا جماعه اسكو تعرفوا واش معناتها لا بروكراستيناسيون ولا لا نبدا بك انت غازي هو والله الحق راه قدام المستمعين والناس الكل جبت التليفون انا في البوست الصغيره هذه وعملت ترادكسيون باش نيتها بالعربي التسويف يا اخي زدت ما فهمتهاش باه شيرين البروكراستيناسيون هو لو فيت انك تاجل العمل اليومي الى الغد تو سامبلومون حافظ اللي نعرفه هنا اللي هو ما حاجه ما عادش يخدم ولا ما عادش يعمل ما عادش يقرا ولا كنت بعد شيرين خير الحقيقه متاكد من معلوماتي ظاهر انا اللي متاكد وهي صحيحه جا عملنا معلوماتي ولا هي صحيحه مريم تبدل هي سيكولوج دو ترافاي اي كونسلتون تي راش دونك لا بروكراستيناسيون كان نجمو باش نحكيو نفسروها اكثر نحكيو لي زيكزامبل اي لا سوليوشن سورتو نبداو وي هو صحيح اللي قالته شيرين هو مجرد الهاتو بالتونسي هاتو نعم تو وليت مشكلة عويصة خاصة مع ظهور لي ريزو سوسيو فما ان شيرشور اسمه بيير ستيل قال اللي 95% منا احنا هما دي بروكراستيناتور اش معناها بروكراستيناسيون هي مجرد التأجيل المتعدد لمهمة لوقت اخر معناها هوني نحكيو على تأجيل متعدد معناها تولي حاجة كونتينيوال هوني الانسان يدخل في ان سيركل فيسيو يبدا مجرد انه ياخذ شد التليفون مثلا وقت الخدمه يلقى روحه في السانكيام ايبيزود نتاع سيري نتفليكس دونك هوني تولي مشكله خاطر من الاول باش يحس بان سيغتان بليزير اون ساتيسفاكسيون بعد كي يرجع للخدمه باش يحس اون سيغتان كولبابيليتي وما عادش عليا بكري وما عادش وقت وفي الويكاند اللي كنت مبرمج باش نخدم فيه هاك الخدمه هذيك وبعد يدخل في لو بانيك هاني باش ندوبل كان ما قراش قرايت وباش نجيب صفر في الماتيغ هذيك باش يطردني عارفي وباش يولي يلوش في ليزيكسكوز تاع والله التاش صعيبه شويه والله انا ما لقيتش برشا وقت والله يلوش في العذار الكل هذا كل كلمه هاتو وي اوكي هوني يلقى روحه قدام دو سيناريو un problème un premier scénario هو اللي c'est moins problématique هو وقت اللي يبدا عنده un deadline surtout في خدمه ولا في قرايه يبدا عنده un deadline اجل دونك هو باش يحس هوني بالبريسيون بالخطر معناها il a plus de visibilité على les conséquences نتاع l'action تاعو كان ما يخدمهاش الخدمه هذيك راه باش يطرد دونك هوني l'impact il est plus visible Donc, il est conscient des conséquences de son action. Il dit que je travaille mieux lorsque je suis sous pression. C'est tout à fait normal, car le cerveau, par défaut, il est plus actif lorsqu'il est sous pression. Et c'est une situation qui est moins problématique, moins chronique. À ma hauteur, je dois les problématiques, voire la procrastination, toute rôle fi hiyetna liyoumiya, toute rôle, manière vie des situations qui m'a sport, qui m'a le régime alimentaire, qui m'a la formation liée année où il n'abdeh a un diam ou mazel m'abdit hech, qui m'a l'ktab li qrit menno sa partie ou ma kamel touche. Donc, hiyetna des situations manière اللي ما عندناش ان ديدلاين ما عنديش اونتر غيومي شكون يحاسبنا دونك هوني اون فايتر موان كونسيون دو لامباكت خاطر ماهوش فيزيبل لامباكت هذايا على عينينا هوني حاولوا برشا دي شيرشور انه يفهموا لي كوز نتاع البروكراستيناسيون هذايا فما ان شيرشور بسيكولوج امريكان اسمه تيم بيكيل من لونيفرسيتي دو كارلتون تخرج دان دكتوراه ان بسيكولوجي بدا يعمل دي recherche sur le comportement de l'être humain. حتى ان نهار قال ما عادش باش نقرا على شنو العباد تقول مي شنو العباد تعمل تقول باش نعمل وما تعملش فوالا فوالا سي فوس بروميس اللي نعطيوهم لرواحنا باهي جوست باش نقص عليك لحظه في الكا الثاني في السيناريو الثاني ما توليش نحسها بروبليم اكثر خاطر بديت تولي في لابيتود نتاع العبد يولي اشك فوا يقول هاتو نعمل معناتها اسكو لهنا مش معناتها كان تولي لابيتود ما توليش اون مالادي باغ اكزومبل ولا حاجه كيما هكا نو هي ماهيش مالادي البروكراستيناسيون سي ان كومبورتمون اللي نجم يكون ناتج على برشا حاجات لا مونوتوني دو لا تاش يحس الروتين فوالا اون تاش معناها اللي هو يفد منها
يقلق منها كاريما يولي هو إليفيت معناها التاش هذية. وفي الدوزيام معناها في الدوزيام تيب هو ما عندناش أجيل دونك عادي معناها كيما معناها ينجم يعملها بعد عام كيما يعدي حياته كاملة يقعد وما يعملهاش التاش هذيك. دونك بيسكو ما عندناش ان ديدلاين احنا دونك ما عندناش هكا انفيزيبيليتي على لي كونسيكونس نتاع 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 الاكسيون نتاعنا فهمت. وسورتو ما فماش شكون يحاسبنا فوالا يخليك العبد يحس روحه مرتاح. توتافي اسكو فما دي سوليسيون بور سو جون دو بروبليم ولا لا؟ وي بيان سور. لازم شيرين وغازي وحافظ يسمعوا لي سوليسيون خاطر كي نحكي حافظ كريستيناتور كبير انا خاطيني ثلاثة كي نحكي مع فتن يقولوا لي هطاو وما فما حتى شيء تسمع كان هطاو من عندهم ثلاثة دونك اسمعوا لي سوليسيون يا جماعة. هما ديزا نرجع لك لحكايه لي كوز اون فيت تيمبيكي هذا اللي كنت نحكي لك عليه ما مشي يعمل دي ريغيرش على البروكراستيناسيون قعد 25 سنه يعمل في دي ريغيرش لقى اللي ماهيش اون موفيز جيستيون دو طون على قد ما هي اون موفيز ريغولاسيون ايموسيونيل سي اون موفيز جيستيون ايموسيونيل خاطر احنا مخاخنا بار ديفو وقت اللي سون اون فاس اون سيتواسيون معناها اون سورس دو ستريس ولا دونكسيتي ولا دو فرستراسيون il va éviter cette situation معناها باش هو يحسس روحه بالراحة وانه هو معناها ماهوش باش يحس بك بك ستريس ولا لونكسيتي هذيك دونك احنا مخاخنا الاجي دو سيت فاسون باغ ان بيي اسمه بيي ديفيتمون معناها لورسكون فا ايفيتي لي ايموسيون نيجاتيف اون فا با لي فيفر دونك ا بارتير دو سا دونك ا بارتير دو سا هو لقى اللي سيت ريغولاسيون ايموسيونيل سيت موفيز ريغولاسيون ايموسيونيل هي نتيجه للبروكراستيناسيون هذيا دونك اكيد فما دي سوليسيون بور سا ان فيت يقول لك تيم بيكي اللي لازم اون كومبرون نو ايموسيون اي سورتو لي كونسيكونس دي اكسيون معناها il faut être en pleine conscience معناها نتا نعرفوا شنو ينجر على انا كي ما نقراش ولا انا كي نوصل روتار لك البلاصه هذيك ولا حتى ما كي ما نمشيش نترينا ولا حتى كي ما نبداش الريجيم نتاعي دونك هذا الكل لازم هو الانسان يكون en pleine conscience de ça ou il faut bien sûr se focaliser sur les actions plutôt que les émotions كترانين وك تبدا تلوم في روحك وهذا il faut vraiment être focalisé sur la اكسيون نجم نحطوا دي دات ليميت معناها بالنسبه لنا احنا نقولوا انا في الجمعه هذه راني انا لازمني نمشي للسبور ما فيهاش aussi il faut se focaliser sur la qualité du travail خاطر من بعد اوكي نجم نخدمها انا ليلتها ولا في صبحيتها الخدمه اما ماهيش باش تكون بنفس الكاليتي نتاع واحد خدم قبل بجمعه ولا جمعتين en fait زيد il faut vraiment éviter les réseaux sociaux لازمنا نبعدوا عليهم لي ريزو سوسيو نبعدوا كل وسيله معناها التليفونات نبعدوهم كي نبداو نخدموا ولا كي نبداو نقراو ان فيت فما اون ريغيرش لقات اللي برشا عباد ما بين تعدي ما بين ساعه ونص وثلاثه سوايع على لي ريزو سوسيو وقت الخدمه دونك اليوم انا كان ما نخلطش نعمل التاش نتاعي في الوقت مش على خاطر انا ما لقيت لهاش الوقت مي خاطر انا لهيت روحي بحاجه التليفونات مثلا وي اوسي لازم تغطى مع الانفيرونمون دو ترافاي تبعد على اي سورس دو ستريس تشوف هكا بلاصه سيلونسيوز تحاول هكا تشوف تبعد توت سورس دو ديستراكسيون عليك وزيدا لي انتروبسيون معناها ما تقصش على خدمتك باش تمشي تعمل حاجه اخرى ولا باش تبعث ميل ولا هاني تذكرت بفلين باش نبعث له ميل ولا فما ان رابور ما كتبتوش لي خلي كل حاجه اخدمها في وقتها خاطر فما اون لوا دو اسمها لا لوا دو كارلسون تقول لك اللي كي باش تقص على الحاجة سا فيتخ موان افيكاس اي سا فا بروندر بلوس دو طون دونك هوني لازم انت تخدم دون فاسون كونتينيوال خدمتك وحتى كان جاك لبالك باش تبعث ميل ولا حاجة تخليه من بعد فوالا هوني زادة تدخل حكاية البونكتواليتي سي ان بروبليم يظهر لي كنا عندنا صاحب ولا هكا حاجه من العائله انا عندي ثلاثه قدام علاش كنا عندنا صاحب وانا عندي تو قدامي ثلاثه هما قاعد الرفيعه معناتها اللي عنده مشكله بالبونكتواليتي سا بو اتر زيد وي سا بو اتر ان سامبتوم معناها بين الاعراض نتاع البروكراستيناسيون باه باش نعمل تور دو تابل الحقيقه فيت في بيان في كيما يقولوا شيرين مريم من قبيله قاعده تحكي وانت قاعد
tu approuves, tu, tu es d'accord avec le clem, est-ce que déjà tu as dit que 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 tu as Donc, pour surmonter ça, il faut être conscient que nous avons un relique ou que nous avons un mouhum ou un mouhum dans le monde. Par exemple, les réseaux sociaux, je suis en train de faire Instagram pour me focaliser sur mon stage ou que j'ai des choses ou que j'ai des choses en parallèle. Honnêtement, si tu passes à l'action, le tchoumim ou les émotions, tout ça se passe. احكي لي على البونكتواليتي مثلا سي ان بوين تري امبورطون انا منعت منها انت لا لا ما منعتش منها ما منعتش منها بونكتواليتي والله هي كلمه كبيره هي بونكتواليتي بالنسبه لي لا برشا حروف دونك سانسيرمون معناتها في كادر دو ترافاي ولا مثلا باغ اكزومبل ان ايتيديون مثلا يبدا يقرا كل شيء دونك البونكتواليتي علاش لهنا تولي تولي حاجة معناتها سي با بروندر على ليجير مي تولي حاجة ماجور معناتها البونكتواليتي سي الباز اون فادير نحن تو في الكوتي ما كيبش تغزر ليتيديون ولا أي حاجة أغلبية ليتيديون مانيش بونكتويل دونك علاش دونك ديما نخليو كل شيء لمن بعد عندي أنا بروجي يعطيهولي قبل بثلاث أشهر نخدموه كان الجمعة اللي قبلها ونخدموه ويمشي ما يتخدمش بالكدا أسي كو إنك خذيت الوقت الكل معناها اللي عندك أنت من الأول في أي حاجة كيك عندك ديدلاين عندك حتى من اللي صغار من اللي قبل معناها عندك دروس باش تروح تشبوزي تخدمهم الدار يقول لك المعلم يقول لك لنهار الاثنين دونك أنت تخليه نهار الأحد في الليل دونك من صغر هكاك ديما أنا نسي باش نخليو للديدلاين أي حاجة إذا عندك ديدلاين راك باش تعملو ليلة صلاة هذيك لا فاموز ليلة صلاة منين جات أما لو بروبليم انه كان نعكسوها اجا انا بار اكزومبل انا جاني معناها حاجتني خدمه لنهار الاثنين عندي جمعه في يدي علاش ما نخدمهاش الاثنين الاولاني علاش ما نخدمهاش نهار اللي جاي باش تخلي الباقي كل عندي انا مرتاح علاش انا ما نخلي روحي نستريسي نهار الاحد ولا نهار السبت ولا انت وشنيه باش تاخذ لي وقت علاش نستريسي باش انا اسكو باش نخلط نكمل ولا لي وساعات في الاخر وتبعثها روتار ومن بعد تبعث ميل للبروف تقول له راني جو ميكسكوز خاطر بعثتها روتار معناها علاش نوصل لغاديك وقت اللي انا نجم جيفيت لو ستريس هذاك الكل وجيفيت الضغط هذاك الكل ونخدمها في وقتها من الاول شاهدين علي على الكلام اللي قالوا معناتها حسب كلام حافظ ليميسيون ايتيديونيت تاع الخميس الجاي باش يبدا يحضر فيها من اليوم صحيت ويبعثها انها نهار الجمعه من غدوه معناها يبعث الكوندكتور على الجمعه اللي بعدها الصباح دونك راكم شاهدين علي سينو اللي تفرجوا فينا كان قليله ولا حاجه راكم ترجعوا الفيديو على اليوتيوب تلقاو الكلام اللي قالوا كل في 30 في 20 في 30 سكوند في 30 سكوند حكيتوا برشا والتوانسه ماهمش بونكتويل وماهمش كذا وماهمش كذا عادي راهو انا ما نحبش العبد يكون بارفي نحب العبد يكون كونسيون هاك فاهم ميسيرش تحب تاجل اجل اما كون كونسيون باللي كونسيكونس لو ترافاي سو بريسيون راه زاد يعطيك هكا برشا ديناميك ويعطيك شويه ادرينالين مي فينالمون كون واعي اي اسيوم من بعد عملت حاجه اسيوم لي كونسيكونس لي كونسيكونس في البروغرام ديجا بتاع نص ساعه ثانيه عندنا ستودنت سكرين وين باش نحكيو على المره هذه على فيلم والكويز اللي نكملوا به ليميسيون اما قبلهم خليكم مع موجز الاخبار مع صفي المحرر